نروح نستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ نشرتنا المرورية. لو بدأنا من كوبري أكتوبر، بيشهد بعض الكثافات المرورية تحديدا عند رمسيس، هتبدأ تقل لحد ما توصل لمنطقة غمرة. بالنسبة لكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية نسبية. أما شارع بورسعيد تحديدا من النزلة بتاعتها هيبقى فيه سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. بتظهر بعض الكثافات المرورية المتحركة على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد. من قصر النبي حتى مصر أو القصر العيني بعض الكثافات البسيطة بشارع رمسيس وصولا إلى منطقة العباسية وكمان محور النصر حتى المنصة وشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات دي الميادين منها ميدان التحرير وروكسي وميدان المستشار هشام بركات. نروح لمحافظة الجيزة، طريق الدائري بيشهد سيولة مرورية باستثناء بعض الكثافات اللي هنلاقيها خصوص محور 26 يوليو بيشهد سيولة مرورية وخصوصا بعد وجود بديل لمحور 26 يوليو البديل للقادم من اكتوبر والمتجه مباشرة إلى جامعة الدول العربية وسفنكس وكمان أحمد عرابي. شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، الكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة، كمان ظهرت سيولة مرورية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد في طريقه إلى شارع جامعة الدول العربية وكمان ميدان سفنكس. انتظمت حركة المرور في مناطق الزمالك، شهد ميدان مصطفى محمود انسيابية في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول العربية حتى مطلع 15 مايو. نروح لمحافظة الإسكندرية، فيها كثافة مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش وكمان كثافات، بس هي كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر فيه كثافات مرورية عند التقاطع مع محور محمد نجيب، نفس الموضوع كمان في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها كثافات مرورية متحركة. نسيب اسكندرية نروح لأسوان، هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة، بتشهد سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ ان في كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد كثافات مرورية. كمان أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي وكمان الطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي، في بعض الكثافات المرورية اللي بنشهدها. حضراتكم مع حضراتكم في جولة بقى سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخر الليل وكمان في فترات الصباح الباكر مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد وكمان حتى الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. درجة الحرارة النهاردة العظمى عليها في القاهرة هتكون 28 درجة وأقل درجة في كاترين هتكون 23 درجة، أيضا أبو سمبل العظمى فيها هتكون 33. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد قليل.